أهلا وسهلا سامع عبد النور، مرة أخرى موضوعنا انفجار بيروت الذي هو موضوع الساعة، وطبعا هو موضوع مضخم جدا، إنما وسوف تعرفون لماذا هو مضخم في آخر هذا الحديث. إنما الآن الكل في صدد التحريات، هل هو موضوع هل هو جرم حربي أم هو خطأ إداري، ومن وراءه إذا كان هذا أو ذاك، وتبعات كل هذا، كل الاحتمالات هذه. وهو هذا كله كمان للاستهلاك، يعني ليس مبهم على أحد. وكيف حصل التفجير الأول، وهل هو إسرائيلي أم لا، هذا كله معروف ولا ينتظر تحقيق أحد. كل الدول تعرف من فعل ماذا، إنما هذا للاستهلاك، وليظن الناس أن هناك يعني عدالة، وهناك من هذا الكلام هذا غير موجود لا محليا ولا دوليا. الكل يبدو محتار، يعني وكأنه في حيرة وراء هذا الانفجار العجيب، ولا شيء يدل على الحيرة، بمنطق بسيط. للأسف نحن أصبحنا منطق بعيد عن تفكيرنا كعرب لأسباب عديدة، بس إنما ملاحقة الارتباطات المنطقية البسيطة تدل على كل شيء. نبدأ، هل هو هجوم؟ هناك من يقول أنه إسرائيل، ورأوا طائرات وسمعوا طائرات، أم لا؟ وهل هو محلي؟ لبنان كله على مدار 24 ساعة مصور، طلب الرئيس صور من فرنسا، الصور بأمريكا، لأن الأقمار التي ترقب الأرض مدار 24 ساعة ملك الجيش الأمريكاني. ولبنان أجري له مسح شامل لكل أراضيه على نظام الجي بي اس عبر الدولة اللبنانية لصالح الجيش الأمريكاني. طبعا هذه الأقمار مملوكة للجيش الأمريكاني، إنما تقوم بهذا منظمات غير حكومية تحت ذرائع مسح الألغام ومن هالكلام، يعني يمسحون البلد كله بحجة ألغام، مثلا جاءوا على هذه البلدة اللي أنا أسكنها وما فيها ولا لغة ومسحوها كلها. هذه الجي بي اس بيعطوك ما يشبه التليفون، وتنتظر دائما في قمر أمريكي مملوك للجيش يمر. لما يصيروا ثلاثة بتأخذ إحداثية. لماذا يأخذون هذه الإحداثيات؟ أصلا القمر الواحد يرى هذه الإحداثيات يأخذوها، والدول طبعا التي تشارك فيها ترسل كل بياناتها المسطحة حتى تحت الأرض، شوف عندها بنى تحتية ترفقها. فالثلاث أقمار إذا بيعطوك إحداثية من الأرض، بحيث الصاروخ إذا وجه من القمر الصناعي لا يخطئ، يجعل الخطأ وأمتار بسيط مش أكثر من هذا، أصلا هو ممسوح، يعني ترى الأقمار ما يحصل بكل لحظة. فإذا جاء صاروخ أو أمريكا بتعرف سهل، منه موضوع معقد ولا شوي، ولا تطلب هاي الصورة من فرنسا، تطلب من أمريكا. هذا أول. ثانيا، من السهل جدا التحريض على انفجار وليس بحاجة لصاروخ أبدا. طب شو هو الانفجار والتحريض؟ بقول لك هذا بالنسبة لمن من هو الذي وضع، هل هو صاروخ أم عبوي أم احتراق فراقيع أو غيره، وفرقعات أو غيره، لا يهم، كله محصل بعضه، لأنه كله بحرض على انفجار. أصلا ما هو الانفجار؟ الانفجار هو حريق، أي حريق يصبح انفجار بسرعة محددة، إذا زادت سرعته يصبح انفجار، لأنه الانفجار مبني فقط على فارق الضغط اللي يحدثه سرعة حرق الهواء أكسجين. فإذا بتطلع أي حريق تجد في فارق هواء صاعد وهواء هابط، إذا حرقت أي حريق بضع أوراق أو خشب. إنما هذا إذا العملية سرعت تفرغ الهواء اللي بتحتاجه الحريق بسرعة، بحيث يدخل هواء من خارج الإطار المفرغ ويحدث عصف بيخرب.
هذا الذي يسمى تقليد أي انفجار كهذا، سرعة حريق، يحرض عليه حريق آخر يحدث انفجار مصغر، فقد يكون من أي شيء، أو حتى الصاعق اللي يستعمل للتحريض على الانفجار على حريق سريع آخر منه يشعل بالنار. هذا ليس موضوع سوف يغير أي شيء، الذي سوف يغير هو السلسلة الورقية أو لمن هذا الموضوع، من يملك هذا؟ يعني كأي جريمة، إذا قيل فلان قتل بهذا السلاح، طب لمين هذا المسدس؟ قبل كل شيء أنا عرفت إنه فلان صار انفجار، والله صار، شوف طلعت طلقة من هذا، طلع انفجار هكذا، وهذا هذا لا يدلل على أي شيء، إنما قبل كل شيء يجب أن أعرف المسدس لمين، يعني آلة الجريمة من يملكها؟ لازم يكون في دافع طبعا، يعني حتى الملك تثير الشبهات بس في دافع، يمكن هذا استعمل شيء ملك غيره. فإذا موضوع صاروخ أم لا لا يهم، موضوع كي ماذا حرض على الانفجار أيضا لا يهم، بقي هل هو خطأ إداري أم مقصود؟ لا يهم، مازال من يملك هذا؟ لنبدأ بالتحقيق، لازم نعرف هذا، مش من هون لمن هذا؟ وهذا مبهم ومتروك على طرف، يعني شركة بالموزمبيق ومش وقال وما وصلت شحنة، وصلت راحت اجت، حتى الكمية حتى لا يعني لا تستعملها شركات، الكمية التي على السجلات موجودة في مرفأ بيلو. فإذا هذا المتروك على حدة على طرف هو الموضوع كله. طب الآن إذا كان استيراد هذا شرعي ككل شيء عبر القانون، له سجل، تشتري من مكان، تصل إلى مكان، والشحن له سجل والتأمين، شبيه بالطيران اللي والسفن التي تبحر شبيهة بالطيران التي تقلع من مكان وتهبط على مسار في مكان في أوقات محددة وعلى مسار مرسومة سلف لعدة أسباب طبعا. إنما من يريد أن يهرب أي شيء يجب أن يشت عن مساره بشكل أو بآخر. المادة التي يتكلمون عنها النيترات قديمة، بدأ استعمالها في الحرب العالمية ومعروفة، ليست سر على أحد أنها سيستخرج منها مواد متفجرة شديدة الانفجار. فعندما تشتريها لها السجل والمكان الذي الشاري والشاحن ومكان وصولها له سجل. إذا من يريد أن يعمل بها لديه خيارين، إذا لم يرد أن يسجل عليه هذا مما يثير الشبهات، يعني هذا يلغي الإدارة والأخطاء الإدارية مجرد أن السجل مفقود، هذا يلغي. إنما من يريد أن يستعمل هذا لأسباب غير معلنة عنده خيارين، إما يلغي السجل بطريقة ما نتحدث ما هي بالنسبة للشحن البحري، أو يصنع هو النترات. والنترات تصنيعها بدأ فيه الفلسطينيون من السبعينات لئلا يسجل هذا عليهم، وصنعوا منه عبوات لكي يستطيعوا أن يصنعوا من مواد موجودة في السوق من دون شحنها، لا لا ليس لديهم مرافق، ليس لديهم مطارات، هما يصنعوا ويفجروا للإسرائيليين. إنما بحال مرفأ ودولة ومن يستطيع أن يدخل كميات كهذا عبر مرفأ دون سجل، لديه طريق واحد أن يشت عن المسار المرسوم له منذ، يعني هناك سجل ورقي بيع شراء ومسار للشحن. بهذه الحالة الاثنين، المسار الورقي بيع وتسليم والطريق الشحن، الاثنان مبهمان، يعني خلاص شبهة.
نعود مرة أخرى إلى حيث منشأ هذه الأمور كلها، الفلسطينيون. الفلسطينيون عندما كانوا يهربون أسلحتهم عبر البحر إلى الداخل الفلسطيني، كانوا يفعلوا ذلك عبر تسجيل سفن وانحرافها عن مسارها بشكل لا يثير الشبهات. طبعا غالب الناس لم تسمع بهذا، إنما لبنان طلب منه من أمريكا وباقي حلفاء أمريكا إسقاط أو ضرب الفلسطينيين حيث لهم منفذ على البحر، يعني المخيمات وهي صغيرة جدا تستطيع أن تنفذ على البحر، أن تحاصر أو تمحى. فلبنان طلب منه أن يمنع هذا، يمنع وجود أي منفذ بحري للفلسطينيين ولو منفذ يعني قيمة أمتار، لأن الفلسطينيين كانوا يهربون أسلحتهم عبر بواخر صيد سمك تسجل في موانئ لبنان وسوريا وحيث هناك تجمعات فلسطينية، وهي شرعية تصطاد السمك، من ثم يرسمون لها مسار يتجه نحو قبرص، وفي قبرص يفرغون حمولة من الأسلحة تأخذها بين قبرص ومصر، هناك تيارات بحرية تأخذ، هي زاوية إذا نظرت عليها على خريطة المتوسط، كل دفق البحر المتوسط تيارات البحر ترمي حمولتها في غزة، غزة غنية في السمك لهذا السبب، فالحمولات التي ترمى في مناطق معينة حسب التيارات بين مصر وقبرص تصل غزة، فيسحبها غواصون من تحت الماء فلا تظهر للعلن أبدا، والسفن حمولتها صحيحة ومسارها صحيح، إنما يجب أن تتعطل بعض الشيء في قبرص لكي تستطيع أن ترمي حمولتها في لتلتقط التيار الجاري في الغزة، وتخرج طبعا من الأماكن التي تخرج منها حفر حافرينها الفلسطينيين كانوا من البحر إلى داخل المخيمات القريبة من الشط بغواصات صغيرة معمولة يعني تحمل شخص أو شخصين، ثم تحمل وثم تفرغ. فإذا يجب أن تتعطل، وبالعطل هذا يرمي الحمولة، إنما لا يظهر أي أثر، لأنه هذا ليس في بيع وشراء، هم يصنعون ولا يشترون المتفجرات هذه تحديدا النيتريتس، وظروفهم صعبة فليس سهل عليهم، ليس لديهم مرافق لكي يستغلوها. فإذا العطل بحد ذاته، تأتي سفينة مشحونة من اليوكرين مدري وين من بحر البلطيق للموزمبيق وتتعطل عن دون الأماكن كلها ببيروت، شيء يعني أكثر من مضحك، يعني هذا تأشير مباشر للتهريب. والأنكى من هذا أن تبقى الحمولة لهذا المدة الطويلة، الذي يحصل بهذه المدة أنه تستلم، لأنه تتراكم مدفوعات على السفينة وتستلم الدولة الحمولة لسد الفاتورة، مما يعني أنه حتى دليل يذهب باتجاه من استوفى الدفعة اللي هي الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية طبعا ما إلها لازمة بما بعرف كم طن نيتريتس، ولو أرادت استوردتها بشكل طبيعي. فهذا كله واضح من دون أي تحقيق للذي يريد أن يرى وما يضيع بالتفاصيل. ألا لماذا كل هذا التضخيم؟ ولماذا أقول عنه التضخيم؟ هو لا يشبه انفجار نووي ولا هو بهذا الحجم، يعني أول ابني كان قريب من الانفجار بمبنى، والذي يعني أولا لم يقع أي مبنى بكامل، يعني مبنى واحد يقع
من انفجار يقتل أكثر من هذا بكثير، لم يقع. والعصف اللي حصل كسر زجاج، وبعض الأبنية القديمة صدعها، وبعض الطوابق القديمة انهارت. بس هذا ما هو مأساة كبيرة يعني، ولا يشبه النووي أبدا، لأنه العصف النووي كله أضرب بكثير، وأصلا مختلف. وما أخذوا هذا التضخيم الإعلامي من شكل الفطر، هذا الشكل اللي حصل من جراء الفراغ الهواء وإعادة الضغط، ما بيكفي. النووي انفجاره أضرب، أولا الاحتراق أضرب بحيث كل من يكون بمحيط كبير يتبخر عن وجه الأرض، لا يبقى له أثر، يتبخر مثل أفلام الساينس فيكشن، يزول. وإذا كان وراءه حائط يبقى خياله على الحائط، يزول، لا يبقى منه أي شيء، يختفي تدريجا، يختفي. وبعد هذا، بعد أن يحترق من يحترق بقطر الاحتراق، وفي قطر تبخير، ثم قطر احتراق، ينسلخ الجلد عن العظم، ويعني يتلف الإنسان، يذوب ولا يتبخر. ومن بعد هذا تخف الحروق إلى أن يأتي العصف، والعصف النووي أقوى من هذا بكثير، بأضعاف مضاعفة عصف الانفجار النووي، لأن الحريق درجات أعلى بكثير. ومن ثم كل الركام النووي من غبار وأبخرة، هاي كلها تسبب سرطانات لآلاف السنين إلى الأمام، من بقي، من نجا من الاحتراق والتبخر والعصف. هذا كله لم يحصل في بيروت، وبعضا عصف بأصغر يعني انفجار، ما يسمى إرهاب، بأصغر يعني عبوة لوكربي في طائرة قتلت فوق 200 شخص، لم نصل 200 هنا، يعني عبوة صغيرة. هنا حتى خلال حصار فلسطينيين في بيروت ب 82، ضرب قنابل فراغية، لا تزال تضرب على الفلسطينيين في غزة، وهذه القنابل تفعل نفس الشيء، تفرغ حريق سريع، إنما مرة أخرى الاحتراق درجات أعلى بكثير، وقطر الفراغ أكبر بكثير. هذا الاحتراق السريع من جراء القنبلة الفراغية يعم كل ذرة من المواد المحترقة التي أنزلت، رميت، مش بمحور واحد، فيحدث فراغ واحتراق وعصف أكبر ومحكوم بالمكان الذي يريده المفجر. وهذا طبعا كمان حصل على البحر، يعني الضغط القائم، العصف معظمه راح إلى صوب الماء ولم يحدث شيء. والأضرار طفيفة نسبيا، يعني كله بيقدر بقول لك ما بعرف كم مهجر، هذا كله مش مظبوط. يعني السوريين كلهم بلا مأوى، ما فيش منزل يرجعوا له، وما يبدو عليهم هالمواضيع أبدا، ولا حجم الانفجارات، لا بسوريا ولا بحصار بيروت ولا حتى بحروب، لا بالعراق ولا باليمن، إلا أكثر من هذا بكثير، مش بشوي. وهذا بقول لك ريختر، تحرك صفائح الأرض وارتطامها مختلف عن هز سببه الضغط الجوي، مختلف جدا، ولا يحدث الضرر تبع هزات أرضية من جوف الأرض، من تحرك صفائح الأرض. فكل هذا يقال للتضخيم فقط. وهناك حوالي ثلث القتلى الذين عثر عليهم السوريين، ولم يأتي أحد على ذكرهم. فألف رحمة لهم وللضحايا. وسبب التضخيم لكل ما يخص الهوية اللبنانية نأتي عليه في حلقة عن تاريخ لبنان، ليس في هذا. أطلت عليكم، والسلام.